المسؤولية والانتماء والحلم معاني كتير كان هدفنا اللعيبة يفكروا فيها وهم في طريقهم للاحتراف، وعشان كده انضم لمعسكر كابيتانو الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول عشان تساعدهم في تشكيل شخصية لاعب مثالي يكون قدوة لغيره. وأنا لما بعتولي في المتحد عشان ألتقي بيكم فرحت جدا، لأني كنت بشوفكم في التلفزيون، بشوف الاختبارات، وبشوف إن أنتم من أقاليم خارج القاهرة، وبشوف الشغف اللي عندكم، ولأن الكرة أنا بشوفها حاجة مهمة جدا، ناس بتشوفها لعب بس أنا بشوفها مهمة جدا. لكن الحقيقة أنتم بكابيتانو وبإن أنتم بتفكروا في الاحتراف من دلوقتي، أنتم بقيتوا رجال صغار. كرة القدم زي الحياة، فيها أكشن، هات وخد، بس فيها كمان مشاركة. يعني ما ينفعش أحسن لاعب في العالم يمشي لوحده من الجون للجون ويجيب جون، لازم بيخدم عليه الحداشر يلعبوا مع بعض، لازم المشاركة. وفيها وطن، إزاي إن إحنا لما بننجح بنطور رقبة وطننا. محمد صلاح عامل إيه؟ لأن الرياضة دليل على تقدم الأمم كمان. وكون مصر فكرت في البرنامج ده، ده عارفة يعني إيه الناس اللي ماسكينه أو اللي فكروا فيه عارفين قد إيه هو مهم لمصر. البركة فيكم، إحنا مستنيينكم، يعني إحنا مستنيينكم بقى تجيبولنا أفريقيا وتجيبولنا كاس عالم بقى وتشرفوا الكرة المصرية. يعني أنا سعيدة أنني قابلتكم النهاردة، والنهاردة لقاء صغير وهنتقابل تاني إن شاء الله.